معكم جمال المزاخ رئيس فيدرالية سوق البركة بالقرب بحال كورس. الحمد لله انتم راكم تشوفوا السوق ديال البركة غادي الحمد لله مزيان وغادي في النجاح ديالو بإذن الله وبالتعاون ديال السلطة وبالتعاون ديال الناس الفيدرالية. وحاليا الحمد لله عندنا السلعة موجودة بالنسبة للديسير، بالنسبة للديسيرات انتم كتشوفوا السلعة طرية، داك الخير موجود. السلعة تزادت فيها الثمن، اللي تزاد في السلعة هو الثمن ديال الليمون، تزاد واحد 10 ريال درهم. ولافوكا حتى هي تزادت واحد شوية، تزادت فيها شي 5 دراهم لافوكا على حساب العواشر، حتى ديك 3 ايام الاولى ولا سيمانه الاولى ضروري ما كتزاد ديك 10 درهم على حساب الانسان بيع وشراء وكذا. وهذه ومرحبا بكم في سوق البركة، وانتم كتشوفوا الديسير والخير موجود، السلعة موجودة، الناس فرحانة، المستفيدين فرحانين. وبالنسبة للقطاع تاع الحوت، قطاع تاع الحوت راه الحوت طري، اسفي كامل. السوق ديال الكورس هو اللي مسمي بان السوق نموذجي، فيه الحوت، سلعة طرية، الناس كتقدى سلعة كثيرة، وكاين النظام بالنسبة للفيدرالية وبالنسبة للمستفيدين معاونين معنا كفيدرالية على حسب النظام وداك الشيء. والحمد لله السلعة الحمد لله كاين شوية رخا في الحوت، غير هو القمرون ولا بحال ذاك الحوت الابيض هو اللي شوية مزيودة فيه الثمن شوية. والحمد لله الطري ما كاينش المشكل في تكون سلعة قديمة ولا شي حاجة، الحوت جديد، السلعة جديدة، أنتم كتشوفوا الديسير. بالنسبة للخضارة، الخضارة الخير موجود، الخضارة ما ندوش عليه، الناس اللي كيبيعوا الخضرة والبطاطا ماطيشة كذا خير موجود، السلعة مناسبة، يجي إنسان من برا يجي يتقدى يدي سلعة زوينة ويمشي ناشط وفرحان. والحمد لله أهم حاجة عندنا حنا في هذا السوق وهي الإنسان، من كيجي كيتقدى كيدخل لهذا السوق ويتقدى منه الحمد لله مطمئن، ما كيتسرق هنا، ما كيوقعوا ليه مشاكل، كيجي كيتقدى كيمشي لدارو الحمد لله. هذا هو الأساس ديال هذا الشيء عندنا حنا كجمعية وكفيدرالية ديال السوق. والحمد لله تا السلطه لقيناها واقفه معنا، لا من ساعه القيد ولا من ساعه رئيس الدائره ولا من الناس ديال العماله واقفين معنا تا همايا. والحمد لله حنا لا ما تعاوناش على هذا السوق راه ما غنوصلوش، واللي جات من عند الله مرحبا بها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.